FM. الكلمة ليك. لقاء سؤالي، هل أنت مستعد؟ خطاب ناطلة تاشر علق عليه بشكل. هل عبد الرؤوف العيدي مستعد للانسحاب؟ حل مع النظام. هل مستعد للانسحاب من الرئاسية؟ شنو يعني مقولة قدك هذه لكم؟ احنا دائما تخامرك الفكرة ولا ليه وعليش؟ يعني إذا كان المصلحة توفرت فهمتني. شين المصلحة باش توفر؟ المصلحة إذا كان فعلا الاستقطاب ظهر واضح، وأنه طبعا أنا سأنحاز إلى ممثل نجم يكون يعني خلف من كلامك معناتها مستعد للانسحاب من الرئاسية لصالح منظومة تقول أنت بما يسمى الثورة من بعد. معناتها خاطر قسموهم منظومة سيد الرئيس، قسموهم منظومة ثورة ومنظومة منظومة سابقة. معناتها شكون مثلا توا تلقى نجيب الشابي، تلقى معناتها ممكن انا ندعو انا نلتقي معاهم الكل ونحكيو مع بعضنا. التقاو قبل معناتها مصطفى بن جعفر عمل مبادرة وفشلت. مازال ليمات مازالت يعني مازال الوقت ينجموا يلتقيوا ونجموا نحكيو ونقدروا. ستدعمون المرزوقي معناتها السيد المرزوقي السيد مصطفى المرزوقي وارد علاش معناها وارد؟ اي لا معناها ما فيش معناتها فما إمكانية بتاع انسحاب لفائدة المرزوقي، واضحة الحكاية دي معناتها. وارد قلت لك يعني. وارد الكلمة ليك.